السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم هنقدم لكم واحد فيديو ديال عالم رشيد والطبيعة. اليوم غنشارك معكم هذا الفيديو، هذا غيعجبكم بزاف. طبيعة على هذا الغرس هذا اللي درت، وعلى هذا الروال اللي عطانا الله سبحانه وتعالى. كما كتشوفوا الأرض تبارك الله خضارات وتنورات، والحمد لله على كل حال. هانتوما شارك معكم هذا الفيديو هذا، كما كتشوفوا الارض هانتوما تبارك الله وصلى على النبي، الارض راويه الحمد لله على كل حال، الله يرحمنا. هانتوما كما كتشوفوا هذه القرعه هذه هي دارت تبارك الله الزهره، وغاده مزيان الحمد لله، عليتها على ود الحيوانات بحال الفيران ولا الطوبات ولا ما تعرف شنو كاين باش ما ياكلوهاش. هزيتها الفوق كما قلتو، كما كتشوفو عفوا، انتوما كما كتشوفو في هاد القرعه هادي راه غدا في رعايه الله وحفظه الحمد لله تبارك الله وصلى على النبي. انتوما هي راه هاد القرعه راه ما كتبغيش العين بزاف، ولكن انا شاركها معكم ماشي مشكل. هانتوما الفلفله راه كتخرف دابا، وهاد واحد اللوبيا فوسوريه زرعتها دي تقريبا واحد 20 يوم، هي تبارك الله راه دارت كبرات خرجت من الارض ودارت الوريقات ديالها خضر تبارك الله وصلى على النبي. راه غاده كما كتشوفوا الحمد لله على كل حال. وهذا هذه حامضه كما كتشوف هاد الحامضه، كنعطيها الماء وكنعطيها تبارك الله، كنقابلها وكندير لها السماد في الوقيته ديالها. ايوا كما كتشوفوا هانتوما كما كتشوفوا هاد الزيتونه تبارك الله، حتى هي راه غنسقطوها، ها هي بدات تسقط، غنسقطوها ان شاء الله في الاواخر ديال شهر 10 تبارك الله. زيتون تامر الحمد لله على كل حال، ها هي غاده في سميتو ديالها الحمد لله على كل حال. انتما كما كتشوفوا هاد عالم رشيد والزراعه، انتما هنا كنت زرعت الباذنجان زريعه، ها هو تبارك الله طلع ونور وتقريبا راه غادي ان شاء الله بحول الله غيكون مزيان من هنا واحد شهرين ولا هادي غيكون ان شاء الله يولي شجيرات. راه مع هاد الشتي وهادي الحمد لله راه غادي في تيكبر تقريبا. هنا كنت درت واحد شويه ديال المطيشه زريعه، راه غادي حتى هو راه بدات تكبر. ها نتوما كما كتشوفوا هنا درت الكرافس، كرافس هانتوما زرعتهم حتى هما، ها هما راه غاديين تبارك الله. هانتوما راه تبارك الله مع هاد الشتي وهادي تبارك الله والشميشة، راه هاد الشي هذا كينتج تبارك الله. كما كتشوفوا هنا كنت هنايا هانتوما هاد الحوض، هذا عنديكم واحد الحوض ديال البطاطا وديال المعدنوس وش لا احواض زرعت فيهم. مازال ان شاء الله كنزرع، هذا وقت الزريع ديال شهر 9 و10 و11، كاين بعد الغلات كيتزرعوا في هذه الوقيته. هنا كنت درت البطاطا هذه واحد 4 ايام ولا 5 ايام، ها هي من بعد واحد السيمانه غدير واحد النويويرات. هذه واحد الحامضه حتى هي عندي حتى هي تبارك الله غاده، كنقابل هذا الشيء هذا، وكل واحد كل حاجه كنعطيها وقتها. هذه رجله حتى هي كنت حيدتها تبارك الله، هي عاوتاني نجات. هانتوما كما كتشوفوا الحمد لله على كل حال. هذا المعدنوس، هذا اللي كنت شاركت معكم واحد الفيديو ديال المعدنوس، ها هو راه كنت زرعته زريعه ودرت ليه العصير وحيدت ليه دابا الميكا. دابا هانتوما كما كتشوفوا ها هو تبارك الله بدا ينوض، هانتوما راه غادي تبارك الله من هنا حتى هو واحد الشهرين تبارك الله راه غيولي. ما نقولكش غنشارك معكم الفيديو ان شاء الله مي غيكبر وهذه وغي يدير جذوره. هانتوما كما كتشوفوا صفوف ديال المعدنوس
تبارك الله. هانتوما كما كتشوفوا هاد الطبيعة هذه وهاد المناظر الخلابة. مشيو دابا لواحد الليمون، الليمونة تبارك الله راه غادا حتى هي تقريبا في شهر 11 مثلا هايدا. هانتوما راه غادا تبارك الله مع هاد الشتي اللي جات. هانتوما الشتي والشميشة راه تبارك الله بدا الليمون تيصفر كما كتشوفوا. غنمشيو لواحد الزعبولة حتى هي تبارك الله راه بدات خرجت النوارة حتى هي. هنا نمشيو ليها هانتوما هادي الزعبولة الشوية. هانتوما تبارك الله راه دارت النوارة وخرجت حتى هي. الوليدات راه غادا تبارك الله وصلعن بيه في المنافع ديالها. الحمد لله على كل حال. نتمنى تعجبكم الضيعة ديالي وديروا لي ابوني الجيم وتخليوا لي التعليقات ديالكم. هذه مزاحه حتى هي تبارك الله راه طلعت زرعتها حتى هي في الاولى جديه صغيور تبارك الله راه طلعت. هانتوما كما كتشوفوا هادو بعض الصيرات اللي كنت درت فيهم اقلام الورد الاحمر. هانتوما كما كتشوفوا هانتوما ضروري غنشوفوا داكشي تما. هادي مطيشه حتى هي زرعتها هي زريعه تبارك الله هي ناضت. وبعد الاقلام ديال الحامض واقلام ديال الورد الاحمر هنا كنجيو كندخلوا لهاد لاصير هذا. كاين هنايا واحد كاين الفلفله وكاين بودنجال وكاين الخص تما. هادو هي زريعات كينوضوا من بعد كنزرعهم في الارض. هانتوما تبارك الله راه غاديين. هادو راه كنزرعتهم هي زريعه. راه كنشاركش معكم الفيديو ديال هاد الزريعه ديال الفلفله وزريعه ديال البودنجال وديال ديال الحامض. هادو هما تقريبا قيلات هنايا تبارك الله راه غاديين كما كتشوفوها. واحد حتى هي عاوتاني واحد مجموعه من الاقلام ديال التين وديال الرمان وديال بوعويد. هنا مجموعه ديال الاقلام ان شاء الله راه غاديين في الازدهار وكيديروا النوارات. والحمد لله على كل حال. حنا كان الحمد لله كنامنوا واحد الحاجه سميتها قدره الله سبحانه وتعالى والاراده ديالنا. هانتوما الصبار هذا وبعد المجموعات ديال الاغراس. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا وتبارطاجيوه مع الناس ديالكم وتخليوا لي التعليقات. واللي بغى شي تفسير شي حاجه مرحبا. هنا واحد العشه ديال الدجاج غنمشيو نشوفو الديوجات شنو داروا واش كاين شي بيضات. ضروري غتكون شي حاجه. الحمد لله على كل حال. هانتوما هادي العشه ديال الدجاج ديالي. هذا فين كيخرجوا كيتفوا كاين القفص ديالهم. هادي هي الماكله ديالهم اللي كنعطيهم بقايا ديال الخضار. ومهم اللي كاجي داكشي اللي كيبقى لي من الماكله كنعطيه ليهم. ها هما تبارك الله. هانتوما السلام عليكم. اوكي صبحتوا الدجاج هانين كاين شي بيضات ولا والو. هانتوما تنقيو هذيك ما نخليوش الميكات ولا شي حاجه شي كواغط ولا شي حاجه اللي تضرهم. هانتوما وتجيدي نشوفك. شريفه كاين شي بيض. انت ما بغاش تهضر معايا اليوم مغيرين ولا ما عمال وما شفتو مخبيين عليا. هانتوما تبارك الله حتى ديك ما بانش ليا ياك ما ناعس باقي اليوم السبت صبح ناعس. هانتوما تبارك الله والصلاه على النبي. هادو واحد الخمسه ديال الدجاجات بوفروج راه ما نقول لكمش تبارك الله والصلاه على النبي راه غاديين في تيكبروا وهادي وتيعطيونا البيض. الحمد لله على كل حال. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.